إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذن أيها المطالبون بتحقيق العدالة، أيها المناصرون للمطالبين بالحق المدني في ملف الكولوني نور الدين العطور، مرحبا بكم في هذا اللقاء وجمعة مباركة. ففي هذا الفيديو إخواني أخواتي وفي هذا اللقاء وفي إطار مواكبتنا الملف الكولوني نور الدين العطور، فغادي نتشارك معكم مستجدين مهمين في هذا الملف. المستجد الأول كيتعلق بالمرحلة اللي وصل لها الملف من بعد ما توصلنا بمعلومات لمهمة ومهمة جدا تبشر بأن الملف في القريب العاجل غدا تبدأ، يعني غدا يتم الإعلان على اللائحة ديال المتهمين ومثولهم أمام وكيل الملك من أجل يعني توجيه الاتهامات بشكل مباشر لكل المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء. بعد هذا المسار الطويل من النضال من أجل إظهار حقيقة مقتل الكولونيل، فالمرحلة التي يتواجد بها الملف مرحلة متقدمة، وغدا تكون هي صلب موضوعنا في هذا اللقاء وفي هذا الفيديو إخواني أخواتي. وأيضا فغادي نتشارك معكم معلومات بخصوص الأستاذة والمحامية زينب الخيار وسبب عدم ظهورها أمام مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا أو للرأي العام من أجل التحدث على الطعن يعني في الشطب اللي تعرضت له من طرف هيئة المحامون، وأيضا من أجل التحدث على هذا الأمر برمته. فاليوم غادي نتشارك معكم إخواني أخواتي لماذا لم تخرج الأستاذة والمحامية زينب الخيار للرأي العام، فمعلومات يعني مؤكدة غادي نشارك معكم بخصوص هذا الباب. لكن قبل هذا وذاك نجدد مطالبنا إخواني أخواتي بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، ولاه الله بواسع رحمته في هذا اليوم المبارك. وأيضا نجدد دعمنا للمطالبة وباقي المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، كما نجدد دعمنا للمؤسسات التي أوصلت هذا الملف إلى مراحل متقدمة وقريبا جدا ستوصله إلى بر الأمان. وعلى رأس هذه المؤسسات وكيل الملك وأيضا قاضي التحقيق والفرق الأمنية اللي قابطة هذا الملف واللي كتشتغل ليل نهار من أجل إظهار حقيقة مقتل رجل الأمن اللي هو من صلب هذه الفرق الأمنية وواحد من معادلة أجهزة الأمن في هذه البلاد. فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو. البداية غدا تكون بالمرحلة اللي وصل لها ملف الكولونيل نور الدين العطور، فمعلومات إخواني أخواتي تفيد ومعلومات مؤكدة تؤكد فعلا بأن قاضي التحقيق في الأيام القليلة القادمة سيحيل الملف، وأنه عائلة الكولونيل على رأسهم ابتسام ما بقاوش لاقين داعي، ليس هنالك داعي يعني اللي يخليهم انهم يخرجوا الراي العام ما دام ان الملف قريبا جدا سيحسم، وانذاك ستخرج المعنيه بالامر اللي هي ابتسام بنت الكولونيل المطالبه من اجل التواصل مع الراي العام. فمعلوم يعني اناس مقربون كيقولوا بان السبب اللي خلى ان ابتسام والعم ديالها رشيد ما يخرجوش الراي العام هو علمهم المسبق بان قاضي التحقيق ربما احال او انه اليوم او غد أو يوم الاثنين سيحيل الملف لدى وكيل الملك بشكل نهائي، هذا الأخير الذي سيعلن أو لا سيستدعي المتورطين في هذا الملف وسيتهمهم بشكل مباشر لحظة مثولهم جميعا أمامه، وذلك بعد إحالة قاضي التحقيق للملف لديه. فمعلومات مطمئنة، كنا كنتكلموا كنا كندافعوا من أجل إظهار الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، نطالب بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور. هذا الرجل الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل خدمة هذا الوطن، هذا الرجل الذي يعني قيل عنه الكثير تجسيدا للخدمات التي قدمها وتجسيدا لشخصيته الجدية الحازمة النزيهة التي كان يتحلى بها سواء داخل الأسرة ديالو أو في العمل ديالو، يعني كان كيعمل بواحد التفاني كبير وكبير جدا. هذا الامر اللي خلانا اننا بطريقه انسيابيه نواكبوا هذا الملف واننا نطالبوا وندعموا ورفقه كل المطالبين والمتابعين الاحرار الذين دائما لا يتخلون عن المطالبين
الذين يطالبون بأمور حقة وشرعية. على سبيل المثال قضيتنا قضية الكولونيل نور الدين العطور اللي فيها مطالبين يطالبون بأمور شرعية مشرعنة وينتظرون إحلال العدالة وإظهار حقيقة مقتل الكولونيل نور الدين العطور. فأخيرا قاضي التحقيق سيحيل ملف الكولونيل، شكون هما هاد الاشخاص المتورطين اللي غادي توجه لهم التهم بشكل مباشر وغادي تبدا انذاك يعني من بعد ما انتهى؟ لان الملف اخواني اخواتي لما تكون مازال ما تحالش عند وكيل الملك بصفه نهائيه، لانه كيتحال عند وكيل الملك، ووكيل الملك لما كيلقى شي امر ناقص فكيعاود يرد الملف لقاضي التحقيق، وبالتالي الملف تقريبا رجع جوج المرات عند قاضي التحقيق، وبالتالي فهاد المره هذه ربما غادا تكون حازمه، ما عدا الا كان هنالك الاجراء اللي عنده علاقه باستخراج الجثه. اذا ما تم الامر من طرف وكيل الملك باش ان الجثه تستخرج باش تكون يعني واحد دليل نهائي يخرس كل المتورطين، فانا ذاك غادي يقدر الملف ما يتحالش الى ان يتم استخراج الجثه. لكن اذا ما راى وكيل الملك بان هنالك ادله كافيه يعني تشفع له بتوجيه الاتهام الى مجموعه محدده من المتورطين فغادي يستغني على هذا الاجراء ديال استخراج جثه الفقيد واجراء عليها يعني خبرات او تشريح طبي من اجل اثبات واش يعني الجمجمه ديالو او لا الجثه ديالو، وله الله بوسع رحمتي انها تعرضت لشي اذى. ونمشيو اخواني اخواتي النقطة الثانية واللي هي ايضا جزء لا يتجزأ من هذا الملف واللي عندها علاقة بالمحامية والاستاذة زينب الخيار التي تم شطبها من يعني هيئة المحاماة بمدينة الدار البيضاء. فانا كنت قلت لكم سابقا بانها تقدمت بطعن، لكن استغربنا غيابها على المنابر الاعلامية وحديثها في هذا الامر. هذا الامر اخواني اخواتي فراجع الى سبب واحد، هو انها تم منعها من الخروج والتحدث في هذا الامر للراي العام في اجراء ربما المتتبع والمواطن يراه غير مستساغ وغير مفهوم، لاننا في زمن نمارس فيه الحقوق والحريات بشكل يعني مقيد، لكن بشكل يسمح للكل الحق بالتحدث في اي موضوع وفي اي يعني حادث. فلهذا الكل يستغرب ان تمنع محاميه عندها واحد البيع وواحد الصيت من الحديث والتواصل مع الراي العام خصوصا في هذه النقطه، يعني امر يثير الاستغراب ولا نراه يعني يتماشى مع الرأي والمعلومة، لأن قضيتها هي الأخرى قضية رأي عام وفجرت في الرأي العام، وأمر شطبها من لائحة هيئة المحامون أمر معروف عند الرأي العام، وبالتالي الرأي العام يطرح تساؤلات وينتظر إجابات. إلى هنا الإخوان والأخوات جيت الختام ديال هذا اللقاء، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، وشكرا لكم إخواني أخواتي جزيل الشكر للتفاعل ولتضامنكم مع المطالب التي نطالب بها، وكنتمنى لكم الحظ السعيد وجمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.